بعد ارتداء تجهيزات الأمن والسلامة الأشغال العمومية، يعمل في مشروع إنجاز مترو الأنفاق منذ 15 سنة. قبل ما نبداو لا رياليزاسيون دراسات ولي طرافو، اون اريت توت لي ميثود بور ريوسي نوتر بروجي اي مينيميزي بور ندخلو في لي كو لي ديلي دو رياليزاسيون تاع لو بروجي تاعنا. بهذه الآلة الضخمة تي بي ام تشق الأنفاق تحت الأرض. القطعة الأساسية لهذه الآلة تتمثل في لو بوكلي افون. مدة تركيب هذه الآلة حوالي 3 أشهر. بدقة متناهية واحترافية عالية يتابع التقنيون والمهندسون سير الحفر من غرفة التحكم. الآلة هذه تعمل 24 ساعة، تحفر وتركب حلقات الخرسانة. كل حلقة خرسانة تتكون من 8 ليفوسوار اي لاكلي. من السماء كل شيء يبدو عاديا، الحياة، العمارات وحركة السير، كأن لا شيء يحدث تحت الأرض، بيد أن هناك خلية نمل تصل الليل بالنهار في الحفر بآلة عملاقة وبعمق قياسي. هنا رانا نحفروا اون زون اوربان وين عندنا نجوزوا على العمارات، نجوزوا على السكه الحديديه تاع باب زوار، ونجوزوا على لوطوروت است واست. كاين احتياطات تقنيه لداخل النفق، وكاين احتياطات اللي ناخذوهم اون سيرفاس. عندنا لي بوان دو طاسمون بور فوار سيليا دي زافيسمون او كور دي اكسكافاسيون تاع لو تونيل. عندنا لي زانكلينومتر بور فوار لا ديفورماسيون تاع لو سول او كور دي اكسكافاسيون، وعندنا المونيتورينغ هو متابعه لا ديفورماسيون تاع العمارات او كور دي اكسكافاسيون تاع لو تونيل. هو مشروع توسيع من 9 كيلومترات ينتظر استلامه نهاية عام 2025.